من مدينة النور والإيمان والتسامح، مدينة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه المدينة التي لا شبيه لها بتراثها الثقافي ومعالمها الأثرية، منارة الإسلام والثقافة والتاريخ بماضيه وحاضره ومستقبله، مستمدة من نور النبوءة يأسرك تنوعها الجغرافي، من هضابها البركانية إلى سواحل بحرها الأحمر، تغنيها وديانها وجبالها بمعادن طبيعية ذات أهمية تاريخية حضارية. من هنا تأتي رؤيتنا لتصبح منطقة ينعم من عليها بجميع وسائل الرفاهية ورعاية صحية متميزة وتعليم من طراز عالمي، مدينة ليس لها مثيل بتطورها العمراني المتكافئ وبنيتها التحتية. مناخها الرائع وطبيعتها الخلابة تجعل منها مثالاً فريداً لتجربة عيش استثنائية لكل ما تحمل الكلمة من معنى. مدينة برؤية مستقبلية جديدة تجعل منها وجهة اقتصادية عالمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، داعمة لنمو المشاريع لأصحاب الرؤى والمبدعين والمبتكرين ورجال الأعمال. سيشعر الجميع فيها بأمان ورعاية واطمئنان. تقدم خدمات حكومية ذات كفاءة وفعالية متميزة تجعل منها بيئة داعمة للأعمال، وجهة تنير حياة ساكنيها بالسلام والهدوء المستمدة من منارة الإسلام وثقافته وتاريخه. حضارتها تشع من نور النبوءة، ومن هنا تأتي الرؤية لتنير طريق المستقبل.